الجبار، هل هشمتك الظروف وتواطأت ضدك الكروب وتكالبت عليك الأزمات؟ هل غير الفقر ملامحك وأجدبت الأمراض حقولك وجعلك اليتم تغدو ضئيلا وأحاطت بك النظرات المهينة؟ روحك المنكسرة، قلبك المهشم، أنفاسك الضعيفة تحتاج إلى من يجبر التهشم والضعف والانكسار. لماذا لا تتعرف على اسم الجبار لتجبر بمعانيه الرحيمة كسورك، وتضمد بظلاله جروحك، وتهدئ بنسائمه عواصف روحك الهوجاء؟ قلبك المهشم كيف تهشم؟ من معاني اسم الجبار الذي يجبر أجساد وقلوب عباده، فالعيش في كنف الإله يمدنا بمراهم الصحة وضمادات السعادة ومسكنات الأوجاع ومضادات الهموم. فهو سبحانه علم أن الكسورا ستعتري عباده في أبدانهم وقلوبهم وحياتهم، كسورا تترك ندوبها على جباههم وآثارها على أرواحهم. لذلك تولى جبرها برحمته وسمى نفسه بالجبار ليعلم عباده أنه هو القادر على جبرها فيلتجئون إليه. لذلك شرع لنا أن نقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني واجبرني. وكأننا نتكسر في اليوم كثيرا، فنحتاج أن يجبرنا الله كثيرا. آسيا تشان. Like,